السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها يو استغفارت يوناك جيذا وحاكوتو سينيا الله سبحانه وتعالى ملائكتيسا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أن مرن إلهي عاسنين أمر كيس نفلية أيا ضدك مؤمنين تا إلهي بقوي الدين هيا يعني استغفار يدن بالداف والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم استغفار بي إلهي قوي الدين هيا يعني. الذين يحملون العرش هو عرش حنبارسا وملائك إلهي ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون دم داف حور سنيا للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. طيب قفك انتو صلاة مركو كبحو ومساجد كفرديو وصلاة كلا السوقين ملائكة استغفار بي إلهي قوي الديني سهل أنبياء إلهي إيا الرسوش إلهي مركي صف لغم روح مدول بوحال أركي إلهي سوى كو عرري أو استغفار إسونا ويدي سنية داد كيس يقوم كيسين إلهي ويديني سبحانه وتعالى آدم يا حواء مركا لغب اللابو ربي وحولي قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بيلي ربي ونفط يدا وان ظلمني haddaada noo dhaafina dadka khaasiriinta oo dembigayada aad dhaafin dadka khasaaray baan ku jirayna oo noo naxariisanin. Nuux calayhi salaam awwalu rusul wakiilaha wa ilaa tagfir lii watarxamnii akun min alkhaasiriin fi suurati huud. Haddaadan allow ii dhaafin ooda ii naxariisan dadka khasaaray baan ka mid noqonayaa. Ibraahim nabiyullaahi Ibraahim وكيله والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين الله ومدك أن كطلب في سورة الشعراء إنه الدم بيجيجا إعراف سبحانه عن داود عليه السلام ربي وكيله فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب في سورة الصاد ربي سبحانه وتعالى وكيل استغفرت سون كوي ديستي عن سليمان نبي الله سليمان قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي في سورة الصاد وكي إلهي سبحانه وتعالى كويديس استغفارت. موسى عليه السلام قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إلهي وإيدا فمركو نينكي فوكزه موسى فقضى عليه ويلكي وكله فطيها الكفير وصاكله إلهي بوعري سبحانه وتعالى. النبي الله هود عليه السلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم قوم كسب الله هذا الله ورقوف قوم كيغيو ورإلهي الدم الداف ويديس سبحانه وتعالى. حكاية عن صالح نبي الله صالح فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب بوئسونا كلها والاستغفار إلهي ويديس. حكاية عن شعيب نبي الله شعيب واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. حكاية عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين وكلها الله سبحانه وتعالى. هذا بقى أيها الأحبة استغفارتا مركات فيرسية الدم الداف طلبك وحكا يسوى بحيا إن يتعين من أسباب الرزق وحيابها الرزق يا الله وهو رزقك مربت أرزاق بلن مربت أولاد مربت عمر فيعا مربت عافمات انت بوحد كيري استغفارت. طيب وانا أركض دونتا إن شاء الله إلهي سبحانه وتعالى حكاية عن نوح فقل تستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا بلوفير صد انتاس اوح ان لهلا وحاكو ريسا فقلت استغفروا ربكم إلهي الدم الداف ويديست إلهي الدم بيينو رافي كدمنا إلهي إرك أي روبك كيني ربي سبحانه وتعالى نوحو دنسينا يا مالبدا إيو أويلل إيا عرور إيا قبربا إيو بيرو إيو وبياشو إدين صبر قضي انتو رنبا ديليسا. حكاية عن شعيب ربي مركو كذي عن هود بنو جيدا
ويا قوم استغفروا ربكم قوم كيجيو إلهي دمرداف ويديست ثم توبوا إلي يرسل السماء عليكم مدرارا مركز ربنا السماء إذن كسو دين يا أوروب إذن ويزيدكم قوة إلى قوتكم نشاط إيا فرن فرعوني أياد أهليسان عباد عباداتك إلهي أود بعد يلانيسا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إلي يمتعكم متاعا حسنا استغفر لإماد إلهي متاعا حسنا بؤذن سينيا ابن عباس با وحيري يتفضل عليكم بالرزق والسعة وحوي متاعا حسنا إلهي وحيري سينيا أرزاق بؤذن سينيا وحليدين واسعين يا ربي سبحانه وتعالى هذا بقى أيها الأحبة استغفار تاس وحيابها كرشة وحاكمي ذا الروب كأنه يمادا كمي ذا وحاكمي ذا بيرها إني بحام با كمي ذا وحاكمي ذا وبياشو إني بيشان با كمي ذا وحاكمي ذا مال إي إنا ذا هشا كمي ذا وحاكمي ذا عرور إنا ذا هشا كمي ذا وحاكمي ذا إن إلهي عافمات إيا السحاء وكسية أيا كمي ذا أرزاق لنا واسع لقا قرده هذا بقى الفاد اللي أذيك سدي إيا إريادة لقوة واقو استغفارت ونكسو هالليني محاوق في عن أما محاكم بذا وحاكم بذا إن اعتراضه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لبضاء أيها الأحبة الحي يا القيوم وحال الرجين يا اسم الله الأعظم ما عوين إليها دل وبر يا أجيب إني كل حجران لبضاء أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه أستغفر الله قاب كاس الله سومالد وحنس كذا أستغفر الله أستغفر الله بقار تهيا مرك أستغفر الله أستغفر الله إن قاب كأوله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ودعاء صحيح وحكم إذا أكل أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أياك من وحكم إذا السيد الاستغفار أنكسر شكله الدعاء وق معانه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن دعوين كهدي آد كتابك حسن المسلم كآئد دعوين كي أذكارت كرادسو إن شاء الله تعالى وندكيلي وانا أذكارت في الصباح والمساء لآخرية كجرتا طيب رسولك وعلي صلى الله عليه وسلم دعالا قدام بيسو إمام مسلم صوصاري روحا ما لنت قلين كوده ريدا هذا إساق أو يقينينا أو رب كتاهي oo sida ku geeriyooday jannadu kaliya qofka habeenkii yiraahdo isagoo dhab ka tahay aqriyo oo saa ku geeriyoodana jannada ayuu galaya ayu ala hibba istighfarta yidan bidhaafka oo la badiyo waxaa lagu celiya cuquubada ayuu ilaahay cadaabka ummada waa looga celiya ilaahay baa wuxuu leeyahay wama kana allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun sideedaba dadku iyo istighfarsanayo dambidhaaf alla waydiisan lama cadaab حديث كيرون أها بخاري مسلم حديث القدس إذا أذنب العبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي فيقول الله عز وجل إلهي بوحرها يا أذنب عبدي ذنبا يعني حديث كا هدو أدونك اعتراف ليماد والذنب أوقله أو استغفار ليماد إلهي وإعراف إلهي وإعراف ويراهدو إلهي وحرها يا هدون كيغو وحو اوغاداي انو ليا ربي ذنوب تا دافا او قبطا هدو ربنا كو عذاب هدو ربنا او دافا مركا و ايسو نوقداي اه مركاسا وحالو دنبغاغي وان دافا عبدي وحاربتا سمي بو ربي كولي هي سبحانه وتعالى يدون معني هادو حمان سمي ان هين لكن اي تاي دليل ان لو داف كيبا كيبا ذا موضوع عن وحن كسو حري ان هذا لو يري حسن البصري تابعي جليل كاها استغفارت إمام القرطبي بانا صو وريي وصو واردي ننبا أهمد وحكيري الشيخ حسن البصري وحن أشكو وحن كشيغانا يا فقري يو قاجو وحكيري استغفارت اللازم استغفارت بدي مد كلا أهمد وحكيري إلهي إبراهيم وأرزاقو المؤن السيو وحكيري استغفارت بدي mid kale u yimid oo wuxuu yiri beerahaygii way iga ba'een oo sanadkan beer nooma bixin maxaa sameeyay wuxuu ku yiri istighfaarta bal
mid kale yidhi umuur baa igu taagan oo walwal badan baa haysta. Maxaa san wuxuu ku yidhi istikfaarta badi. Haddaba nin la joogay baa wuxuu yidhi dadkii ku imaanayay oo dhan waxyaabo kala duwan bay ku warsanayeen, laakiin hal shay baad u wada tilmaamaysay. See wuxuu jiraa, wuxuu yidhi anigu min cinda nafsii kama samaynin, oo arrintaa anigu ma aana naftayda kala imaanine, waa ilaahay kitaabkiisi iyo qur-aankiisii weeyaan. faqultu istakfiruu rabbakum innahu kaana ghafaara yursil isamaa calaykum midraara wayumdidkum biamwaalin wabaniina wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara. iyo aayaddii kale yumatickum mataacan xasana, ayaa mataacan xasanan baa kulli waxaasoo dhan wada keenaysa. marka anigu ma aana dhihin ee ilaahay qur-aankiisa. haddaba ayuha alaxiiba, istikfaartu ahamiyaddaasay leedahay, isku daawee, waana dawada ugu fiican. laazimna inaad ilaahay dembi dhaaf. haddii rasuulullaahi sal allahu alay wasalam oo rabbi u dhaafay maa taqadama wamaa taakhara, dembigiisii hore iyo kii dambaba loo dhaafay, uu macsuum ahaayoo ilaahay ilaaliyey, hadduu maalinkii u leeyahay innahu layuqaanu, yacni qalbigaygaa la daboola, imaamu nawowi wuxuu yidhi waxa weeye kafla yar inay ku dhacdo ama futuur waxoogaa uu ku dhaco qalbigiisa la yara uu waxoogaa caajisa soo galo, kadib baan u kacaa boqol jeer baan ilaahay istikfaar ula imaada. astakfiru llaha aladii laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuumu waatuubu ilay. haddii rasuulullahi nabiyullahi maxamed sal alay slam sidaa ahaa, xaggeen inagu joogna? ayuu alaabay. marka istikfaarta aan badinno, carabkeennana aan barno, ilaahayna dembigeenna iyo kii waalidkeen iyo kii waalidiinteen iyo kii culimadeenni iyo mashaayikhdeennii iyo ahalkeen iyo awlaaddeennaba iyo inta aan jecelahay oo dhan dembigooda allaha dhaafo. wa jazaakum allahu khayr wa baraka allahu fiikum. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.